صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. انتظروا عودة جملاط، ولما عاد ازداد الغموض غموضا واقترب من الأمر الواقع، لا سيما بعد بيان غير واقعي للوزير وائل بوفعور يقول فيه إنه لم يجري بحث الموضوع الحكومي في جدة وإن المملكة لا تتدخل في الشؤون اللبنانية. وفي البيان أن جملاط سيتابع اتصالاته مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية للوصول إلى القبول بالصيغة الحكومية المقترحة من الرئيس سلام، والتي نأمل القبول بها من كل الأطراف لتوازنها ودقتها. وقد فسرت هذه العبارة على أنها الضوء الأخضر لحكومة الأمر الواقع، وإلا ما هي الظروف الطارئة التي دفعت بجملاط إلى أداء مناسك العمرة السياسية الخاطفة الآن؟ ولماذا يلجأ إلى الأمير بندر بن سلطان المشرف السعودي العام على الملف اللبناني؟ المصيطبي التي فتحت أبوابها للمستطلعين أمس كانت تنتظر أخبار جدة. زوار سلام خرجوا بانطباع أن مدة التشاور كانت كافية وطويلة للحسم، وهم سمعوا تساؤلا واستغرابا عن تسمية حكومة الأربعة عشر وزيرا بحكومة الأمر الواقع، لأن تشكيلة كهذه تحمل أسماء معطلة ومستفزة، فيما توليفة سلام المنوي تقديمها تنطوي على أسماء مقبولة ووطنية. ويكرر سلام أمام زواره أن أبوابه سوف تظل مفتوحة للتشاور، لكنه وكما في اليوم الأول على التكليف ليس مستعدا للقيام بزيارة أحد. وفي معلومات المصيط بغير المنسوبة إلى سلام أنه إذا وصل جملاط بضوء أخضر من السعودية فأن الرئيس المكلف سوف يزور بعدة لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة الأربعة عشر لتعلن مساء الثلاثاء، على أن هذه الأجواء يمكن إدراجها ضمن الإنذار الأخير الذي قد يسرع التوافق بالتوازي مع ترتيب أجواء جلسة الأربعاء النيابية. ومع الإخفاق التفاوضي حكوميا وانتخابيا، فإن رجلا واحدا في الدولة يعوض الفشل العام من بوابة الأمن العام، فعباس إبراهيم وبعد تزود بأمانه الخاص من زيارة والدته في مرجعيون انطلق إلى الشام في أكثر المهمات صعوبة على خط أعزاز دمشق. وقد سلم إبراهيم الجانب السوري لائحة النساء المعتقلات في السجون السورية، ووعدت سوريا بمواكبة هذه العملية إلى حين الوصول إلى خواتيمها. وتبلغ إبراهيم جهوزية دمشق لكل الطلبات على أن يبدأ درسها وأحصائها خلال ساعات لإجراء عمليات التطابق، وبدوره سيبلغ مدير الأمن العام بقية الأطراف أن الأجواء إيجابية، مستبعدا أن تكون للخاطفين طلبات إضافية. إذن عاد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط والوفد المرافق من زيارة مفاجئة للمملكة العربية السعودية، وفيما لم يتأكد حصول لقاء ليلي بين جملاط والرئيس المكلف، أفادت معلومات صحفية أن الوزير وائل بوفعور وضع سلام في أجواء الزيارة. أبو فعور أدلى بتصريح أعلن فيه أن هدف الزيارة لم يكن بحث موضوع تأليف الحكومة والخيارات المطروحة حولها، خصوصا أن المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، بل هي كما يؤكد المسؤولون فيها على مسافة واحدة من كل اللبنانيين. وأشار إلى أنه كان للنائب جملاط لقاء مثمر مع الرئيس سعد الحريري جرى خلاله التداول في موضوع تأليف الحكومة وقانون الانتخاب والأخطار المحدقة بلبنان نتيجة الحدث السوري. كما التقى جملاط رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأمير بندر بن سلطان. وفيما يخص موضوع الحكومة قال أبو فعور إن جملاط سيتابع اتصالاته مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية للوصول إلى القبول بالصيغة الحكومية المقترحة من الرئيس سلام، والتي نأمل القبول بها من كل الأطراف لتوازنها ودقتها. وقد علمت النهار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى تصريح الوزير أبو فعور باستياء شديد بعدما كان أشاع أجواء إيجابية في وقت مبكر من مساء أمس. وقال بري للنهار إنه يأمل في أن تساهم زيارة جملاط للسعودية في حلحلة الأجواء وتهدئتها ولجم السيناريوهات الدراماتيكية التي يفكر فيها البعض، واعتبر أنه لو حسم جملاط أمره في حكومة أمر واقع لما ذهب إلى السعودية.
وفي موضوع متصل، علمت النهار أن أفرقاء في 8 آذار قد يعمدون إلى تحريك الشارع مساء اليوم، أي عشية الإعلان المتوقع للحكومة لإيصال رسالة مباشرة إلى من يعنيهم الأمر بعدم الإقدام على الخطوة. أما صحيفة اللواء فنقلت عن مصادر قيادية رفيعة في حزب الله أن أي توجه نحو حكومة أمر واقع يقدمها الرئيس المكلف ويدعمها رئيس الجمهورية والنائب وليد جملاط سيفتح الباب على مصراعيه أمام خيارات منها حالة اللا استقرار والاحتكاكات وفقدان التوازن، إضافة إلى اعتبار هذه الحكومة غير شرعية والتعامل معها على هذا الأساس وعدم تسليم الوزارات إليها، وبالتالي انقسام البلد إلى حكومتين. وتذهب هذه المصادر إلى أن من يدفع ثمن هذا الخيار هو بالاسم وليد جملاط الذي لم يتعلم الدرس من 11 أيار 2008 بحسب اللواء. الرئيس المكلف تمام سلام يؤكد لزواره أن طرحه لا يزال حكومات 3 8، ويقول إن التحذيرات التي توجه إليه ليست بالجديدة. بين التكليف والتأليف تلبدت سماء قصر المصيط به، شروط وتحذيرات وسفراء وسفر، وحكومة المصلحة الوطنية لم تبصر النور. أمام هذا الواقع يحتار زوار المصيط به من دون أن يفقدوا ثقتهم بصاحب الدار. الأجواء متوقعة، لأنه نحن بلد مش عايشين بلد طبيعي. هلا يعني كل واحد بحب يشد مثل ما بقول المثل، بيشد الحافلة صوبه. برأيك 124 نائب رح يبقوا 124 بالثقة؟ 124 نائب إذا بده يمشوا بالصح بأيدوا موقفه. نتمنى على كل السياسيين بالبلد مثل ما صار في تأييد وإجماع لدولة الرئيس تمام بيك سلام بتشكيل الحكومة أنه يمدوا يد المساعدة، يعني رحمة بهالشعب. يدخل الرئيس المكلف يلقي التحية قبل أن يشرع في حديث مطول مع زواره، منطلقه الرد على التحذيرات التي توجه إليه من تشكيلة حكومة أمر واقع، ليقول أن حكومة الأمر الواقع بالنسبة إليه هي حكومة تضم ثلثا معطلا، وهو الأمر الذي يرفضه، لافتا إلى أن التحذيرات ليست بالجديدة وهي ترافقه منذ اليوم الأول للتكليف، غير أنه يتخطاها لأنه في لحظة ما سيأخذ قراره كما يرى مناسبا. سلام يؤكد أن تواصله لم ينقطع مع أي من الأطراف من ضمن النهج الوفاقي الذي يعتمد، غير أنه متمسك إضافة إلى رفض الثلث المعطل بالمداورة بين الحقائب وعدم توزير مرشحين للانتخابات النيابية. حكومة 3 8 لا تزال صيغة الرئيس المكلف تؤكد أوساط الرئيس، مضيفة أن سلام تعهد الاستقالة من رئاسة الحكومة فور استقالة أي 8 وزراء ليكون هو الثلث المعطل لأطراف الحكومة الثلاثة. سلام أنهى لقاءه بزواره بالتأكيد أمامهم على أنه وفي حال قرر المجلس النيابي التمديد لنفسه لمدة تفوق التمديد التقني الهادف إجراء انتخابات، فإنه سيعتذر عن التأليف لتتسلم رئاسة الحكومة شخصية أخرى. في الهرمل سقط صاروخان مصدرهما الجانب السوري مساء أمس على أطراف بلدة القصر الحدودية قرب الحدود السورية، أسفرا عن جرح مواطنة سورية ومواطن لبناني من آل الجمل، جروحه طفيفة. كما سقط صاروخا جراد في خراج بلدة الهرمل قرب مؤسسة الإمام الصدر التلبوية مصدرهما الأراضي السورية. جتنا بمنطقة القصر، جتنا قذيفة من الأراضي السورية، أدى إلى جرح المواطن السوري خلدون كراكوز وعباس حسن الجمال لبناني وعلي ياسين الجمال لبناني. هاي إصابات مسلحة من القصير عم تجينا بالقذائف منها. نتمنى نحن على الدولة اللبنانية تحمي مواطنينا وتحمي أراضيها وتحمي شعبنا اللبناني. نحن إذا كل صاروخ بده يجي من الأراضي السورية لحتى يخوفنا، نحن ما بيخوفنا هذا الصاروخ. نحن بقدرة الله وبسماحة السيد يعطينا روس أقلام لنفوت على القصير ونفجر حالنا تجاه السيد. أهلا بكم من جديد. ردا على تفجيري الريحانية، مناوشات كلامية بين دمشق وأنقرة، وفيما حذر أردوغان سوريا من جر بلاده إلى سيناريو كارثي وصفته دمشق على لسان وزير إعلامها عمران الزعبي بالقاتل والسفاح، وجبهة النصرة تهدد حزب الله بقصف معاقله ردا على معارك القصير.
تصدر تفجير بلدة الريحانية في جنوب تركيا مجريات الأحداث السورية، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن سوريا تريد إدخال تركيا في سيناريو كارثي، داعيا أمام اجتماع حاشد في اسطنبول المواطنين الأتراك إلى إبداء اليقظة وضبط النفس في وجه أي استفزاز هدفه جر تركيا إلى المستنقع السوري. من جانبه صرح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو خلال مؤتمر صحفي في برلين أنه حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات تجاه النظام السوري، مشيرا إلى أن النزاع في سوريا بات يهدد تركيا والدول المجاورة أكثر فأكثر. دمشق في ردها نفت الاتهامات التركية لها بالوقوف خلف التفجيرين، وشن وزير الإعلام عمران الزعبي هجوما لاذعا على أردوغان واصفا إياه بالقاتل والسفاح. ونحن نقول كل ما حدث في سوريا تتحمل مسؤوليته الحكومة التركية وآخرون طبعا، وما حدث أمس تحمل مسؤولية الحكومة التركية، وعليه على رجب طيب أردوغان أنا أطالبه بأن يتدحى كقاتل وكسفاح، وليس من حقه أبدا أن يبني أمجاده على دماء الأتراك ودماء السوريين. وكان نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتلاي قد أعلن القبض على 9 أشخاص بعد التفجيرين. كذلك أعلنت وزارة الداخلية تحديد هوية منفذي الهجوم وقالت إنهم من الداخل التركي لكنهم مرتبطون بالنظام السوري. وفي التطورات الميدانية أفادت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية أن سوريا باتت محكومة من عصابات المتطرفين الذين يرفعون علم تنظيم القاعدة الأسود فوق الساحة الرئيسة في الرقة أمام قصر الحكومة الذكي الجديد. وأوضحت الصحيفة أن إحدى هذه العصابات والتي تسيطر على الرقة تضم رجال دين متشددين من مصر ويدعون إلى إقامة محكمة شرعية. إلى ذلك تصاعدت حدة الاشتباكات بين طرفي النزاع السوري في مدينة حلب، وأفادت المعارضة أن قواتها شددت الحصار على مطارات مدينة حلب الأربعة إضافة إلى حصار السجن المركزي ومستشفى الكندي العسكري. وفي حمص قال ناشطون أن الجيش الحر سيطر على قرية أبل في القصير بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي تواصل قصف مدينتي القصر والبويضة وأحياء عدة في حمص. وفي القصير أيضا هدد المجلس العسكري وجبهة النصرة في بيان حزب الله بنقل معركة الدم إلى قلب لبنان وقصف منطقة الهرمل والقرى المحيطة بها وبعلبك والضاحية الجنوبية واللبوي والعين وغيرها بصواريخ أرض أرض وبالدبابات انتقاما لدماء السوريين. كما سيجري تحريق العناصر التابعة للجيش الحر داخل لبنان لبدء أعمال عسكرية نوعية. لذلك كما جاء في البيان نرجو من المواطنين اللبنانيين كافة الابتعاد عن أماكن انتشار عناصر حزب الله. وفي حماة أكد ناشطون أن جنود النظام شنوا حملة دهم واعتقال طالت حي الحميدية واعتقلوا عشرات الأشخاص بينهم أطفال. هذا واتهمت شبكة شام الجيش النظامي بارتكاب مجزرة جديدة في مدينة حلفاية في ريف حماة، حيث أعدم عشرات المدنيين عند المدخل الغربي للمدينة بعد احتجازهم دروعا بشرية لاقتحامها. وفي العاصمة دمشق أفادت مصادر المعارضة أن قوات النظام قصفت معظمية الشام ومعظم الأحياء المجاورة. إلى ذلك سلم لواء شهداء اليرموك عناصر الأمم المتحدة الأربعة الذين اختطفوا الأسبوع الماضي في الجولان. تعليقا على التفجيرات التي استهدفت مدينة ريحانية تركية، أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أن هذه التفجيرات الإرهابية تأتي ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تطال الآمنين في أكثر من دولة عربية وإسلامية، والتي لا يمكن إلا أن تكون من صنع أيد إجرامية، كما تحمل بصمات أجهزة استخبارات هدفها زعزعة الاستقرار وخلق الفتن والقلاقل في هذه الدول. وإذ دان الحزب هذه التفجيرات الآثمة دعا إلى توفر الجهود الهادفة إلى محاربة الإرهاب الذي يذهب ضحيته المدنيون الأبرياء، متقدما بالتعازي والمواساة من الشعب التركي ومن أهالي الضحايا. بضعة شباب يحاولون طرد وفد إيراني من طرابلس لم يتوفقوا بالوفد فأحرقوا علما لحزب الله. الركن أبادي إلى طرابلس حيث التقى وفدا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس برئاسة أمين المال في الغرفة توفيق الدبوسي. أن الوفد اللي جاء من إيران ونحن اتفقنا على كل شيء في النهاية لشراء كل محاصيل الزراعة اللبنانية، ولكن النهاية موضوع كلفة نقل بقي عائقا أساسيا لتطوير التجارة والتبادل التجاري
بين إيران واللبنان، لأن كلفة النقل البحري تكون غالية جدا. عند انتشار الخبر في المدينة راح بضعة شباب غاضبين يدعون إلى التجمع أمام مقر الغرفة لطرد الوفد الإيراني نظرا لدعم إيران للنظام في سوريا، فانتشرت دوريات للجيش في مختلف الشوارع المجاورة لمكان اللقاء. عند وصول الشباب إلى مقر الغرفة كان السفير والوفد الإيراني المرافق قد غادر المكان، فما كان من الشباب إلا أن أحرقوا علما لحزب الله. بعد ذلك دخل الشباب إلى المقر ليحتاجوا للدبوس شخصيا الذي أكد لهم أن اللقاء كان هدفه البحث في تصريف الإنتاج الزراعي فقط لا غير. مسيرة للجالية السورية في حارة صيدا ولقاء تضامني من أجل دعم الرئيس السوري بشار الأسد واستنكارا للعدوان الإسرائيلي. نظمت الجالية السورية من عمال المنازحين في لبنان لقاء تضامنيا في حارة صيدا، وذلك تعبيرا عن رفضهم للمؤامرة التي يتعرض لها وطنهم على أيدي التكفيريين والإرهابيين على حد تعبيرهم، ودعما للرئيس بشار الأسد والجيش والنظام السوري واستنكارا للعدوان الإسرائيلي الأخير. حضر اللقاء رئيس بلدية الحارة سميح الزين ومخاتيرها، وسبقته مسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة ردد فيها المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس الأسد. مكتوب على الروسية بشار حامي سوريا، مكتوب على الروسية بشار حامي سوريا، ورفعوا العلم السوري ولافتات منددة بتآمر الحكام العرب على سوريا وداعية الجيش السوري إلى القضاء على الإرهابيين، وأنهوا المسيرة بحرق العلم الإسرائيلي تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم للغارات الإسرائيلية على سوريا. ودعا المجتمعون إخوانهم السوريين في الداخل والخارج إلى التضامن والتكاتف من أجل دعم النظام. السلطات السورية تفرج عن 3 مواطنين لبنانيين كانت قد اعتقلتهم منذ حوالي شهرين مع شاحنات نقل خارجي عائدة لهم داخل الأراضي السورية. نتيجة الاتصالات والمتابعة مع الجانب السوري من قبل قيادة الجيش، تسلمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من السلطات السورية عبر معبر المصنع الحدودي كلا من المواطنين اللبنانيين قاسم محمد زعرور، علي صبح نصير وعلي أحمد السيد مع 3 شاحنات نقل خارجي عائدة لهم، وكان المفرج عنهم قد أوقفوا قبل حوالي شهرين داخل الأراضي السورية، وقد سلم المفرج عنهم إلى ذويهم الذين انتظروهم عند المصنع. ما بنعرف، مش عارفين. ما بنعرف حوالي 53 يوم تقريبا. كله موجود. كله موجود. ما حدا الحمد لله اشر علينا تأشير. اي نعم، احترمونا كثير واعتزمونا ومهنوا. كيف شفتينا قدامك؟ ابدا. بتشتغل على الخط بعد ترجع تطلع على الخط مره ثانيه؟ ايه ليش لا؟ برجع ليش لا؟ ما فيش مشكله. ما في شيء يا عمي. وياتي الافراج عن المواطنين 3 كتتمه للمفاوضات التي بداها الجانب اللبناني مع السوري في مساله الصهاريج والبرادات. في ظل سقوط الصواريخ على مدينة الهرمل وجوارها ومنها منطقة نهر العاصي، هل تأثرت رياضة الرافتينج أو التجذيف أم أن البعض يهوى المجازفة؟ تحقيق للزميلة نوال بري. لولا تبرير الحر استهدافه منطقة الهرمل للرد على حزب الله في ريف لقصير لظن هواة الرافتينج أنهم هم المستهدفون، فموسم الرافتينج أو التجذيف الذي كان من المفترض أن يبدأ منذ نحو شهر تبدل بموسم آخر فريد أيضا. ولأن العاصي هو النهر الوحيد الذي وجدت فيه هذه الرياضة نفسها، أصبح هذا الموسم من أكثرها استقطابا للبنانيين من المناطق كافة ومن الأجانب أيضا. العاصي اليوم اشتاق إلى رواده الذين كانوا يتهافتون إليه ليصلوا إلى أكثر من 200 هاون في اليوم، بين مستمتع وخائف وضحية للشلال الذي يجرف كل ما يأتي في وجهه. وفي موسم الرافتينج خلت الضفاف ممن جاء ليشاهد الهواة أو يستمتع بجمال المناظر التي زينت وادي العاصي. موسم الرافت ببلش تقريبا من أول نيسان، يعني من أول عطلة المدارس فترة الأعياد يعني. بس هلا بالنظر للظروف الأمنية تقريبا متأخر الموعد الرافتات والقدوم السواح
لا 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 بعد شيء 10 ايام 15 يوم، يعني عندنا مواعيد وحجوزات بعد شيء 10 ايام. بس اليوم شايفين في ناس يعني قرروا انه يجوا، يعني ما الوضع طبيعي يعني، بس العالم بتخاف، يعني الناس بتخاف يعني انه تجي على المنطقه يعني. ولانها رياضه القلب القوي كان لابد من ايجاد بعض الهواة غير الآبهين بالصواريخ، فكانت مجموعه قادمه من طرابلس تتاهب لبدء رحله ساعتين ونصف من المصارعه مع مياه العاصي، فهم مستعدون للمغامره طالما لا يكملون المسير مع مجرى النهر إلى محطته الثانية وهي سوريا. احنا من بيروت جايين. وما يعني عارفين اليوم الوضع كيف كان، عم بيحكوا بالهرمل إنه في وضع موتى. ما في شيء يعني، على الطريق ما كان في شيء، وهون الحمد لله ما في شيء، شغلة عادية. أنتوا دائما بتجوا بتعملوا رافتين؟ إيه على طول، كل سنة بنيجي أكثر من مرة، بنيجي 5 مرات وعشر مرات بنيجي، وإذا وصلنا كل يوم بنيجي. كمان من بيروت؟ لا من طرابلس. إيه. وما خايفين شوي من الوضع اليوم؟ لا طقس حلو، هلا بنبلش نشوف كيف، أول مرة. اليوم انتوا الوحيدين اللي بالنهر حتكون؟ ايه. لا ما في شيء بخوف، بالعكس كان طريق كتير حلو ومتسلين ومبسوطين وطقس حلو. واليوم شدوا الهمه وحجزنا وطلعنا. اليوم لما قبل ما بدكم تجوا كنتوا عم تحضروا على الاخبار الاوضاع كيف بالهرمن؟ اكيد يعني سامعين انه الوضع ما كتير منيح وهيك، بس انه الواحد بده يموه عن حاله شوي يعني، الا ما يعمل اكتيفيتيز وهيك. جيب ماي من قدام لورا بعلي الباكياج، اوكي؟ مرة واحنا مع بعض. جو. أب. يلا أب. ملاحظة، هذه التمارين تصلح للرافتينج فقط ولا تنفع للتصدي لأحد الصواريخ الطائشة في سماء الهرمل. هو النهر الذي عصى قوانين الطبيعة لم تقف في وجهه الصواريخ الآتية من وراء الحدود، ولأن العاصي علمنا حسن الجوار، ليت الجوار يترك العاصي ينبع من الهرمل بسلام. من وادي العاصي، نوال بري، قناة الجديد. انتهى فصل الشتاء وبدأ موسم قطاف العناقيد، تحقيق عن تنقيب القنابل العنقودية للزميلة رونا حلبي. ليس كل تفجير اعتداء إرهابيا. أوكي، التفجير تم بنجاح من هون لزي ما حدا يتحرك. هذا التفجير عمل إنساني وطني تعلو وتيرته مع نهاية فصل الشتاء. بالشتاء بس يكون الطقس كتير ممطر، وفي شتاء كتير ما بيقدروا يشتغلوا الديماينيرية بالأراضي، لأن بتعرفي بيكون الأرض بتكون موحلة كتير، ما بيقدروا ينقبوا مزبوط. مش هيك بالصيف بس يكون طقس أحسن، بيكون نسبة الشغل أكتر. المركز اللبناني للعلوم المتعلقة بالألغام هو إذا بدك الأمبريلا تبع انترناشونال ان جي اوز بيشتغلوا، يلي هن أربعة. هلا نحن عندنا استراتيجية بال 2016 المفروض يكون لبنان خالي من القنابل العنقودية، و 2020 يكون خالي من الألغام، وبقى هن عم بيقوموا بشقفة من الأشياء الأعمال يلي بدنا ننفذها، من هالخطط يلي نحن حاطينها تنوصل للاستراتيجية تبعنا. منظمة المساعدات الشعبية النرويجية هي إحدى هذه الجمعيات التي تعمل تحت لواء المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهي أكبر منظمة لإزالة الألغام في العالم بدعم من وزارة الخارجية النرويجية. نعتبر عمليات نزع الألغام واجباً إنسانياً ضرورياً، ومنظمة المساعدات الشعبية النرويجية تلعب دوراً مهماً في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء اللبنانيين، المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والجيش اللبناني. علاقتنا مع لبنان مميزة في هذا المجال، وقد تعاوننا لإبرام اتفاقية ضد استعمال القنابل العنقودية وقعتها دول عدة. قنابل كتير ديالا ترأس فريق تنقيب مؤلفا من 9 نساء في عيت الجبل. عم ينشغل على طريق السب سيرفيس اللي هي بتعني 20 سنتي تنظيف تحت الارض، كل متر نحن بننظفه بيتعلم ضمن الخرائط وبينبعث عند الجيش اللبناني بيتوثق. دلتا 2 دلتا 2 نوفمبر 1 معك. اوكي يا حبيبي، بدي اياك توقف العمل. صحيح هو صعب بس خلص بنتحمل كل شيء، انه كرمال بلدنا ننظف ارضنا.
مثل ما شايفه هلا اليكي مثلا هوديك زرعين دخان، انه مثلا هالارض نحن نظفناها اجوا زرعوا فيها، هون كمان قمح. ايه عندي بنوته صغيره عمرها 5 اشهر، كنت حامل وانا كنت بعدني بالحقل يعني عم بشتغل. شيء طبيعي. وهلا معنا وحده حامل جديد كمان. هلا بنحكيها ميا. يا ندوس. لا ماما اول شيء اعترضت بس بعدين مشى الحال. تأقلمت بالموضوع. انا عندي كمان خيان بيشتغلوا بنفس المجال. هن عارضوا شوي الشباب بالقبل كونهم بيعرفوا خطورة هذا الشغل، بس أنا إنه قررت وأصرت إن أنا أكون مثلهم. في الوقت الذي يسجل فيه لسياسي أوروبا انحيازهم شبه المطلق إلى إسرائيل، يسجل لبعض جمعياتها المدنية انحيازها إلى معاناة الشعب. وفيما يحسب على صناع القرار ومعظمهم من الرجال دفعهم نحو الحرب، يحسب لهؤلاء النسوة عملهن على إزالة مخلفاتها. من عيط الجبل، رونا حلبي، قناة الجديد. جامعة السوربون في باريس تمنح نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلى الصلح حميدي أرفع ميدالية أكاديمية. منح رئيس جامعة السوربون البروفيسور فيليب بوتري الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي أرفع ميدالية أكاديمية تمنح من الجامعة لدورها في الحفاظ على القيم وتعزيز الانفتاح. À la maison des grands hommes, nous avons ce grand projet de renforcer la coopération entre la France et le Liban. Nous savons dans quel esprit vous dirigez, présidez la fondation, un esprit de dialogue, un esprit de coopération internationale. Et nous sommes réellement très heureux de pouvoir nous associer à vos efforts. Et c'est donc la médaille de Richelieu que j'ai le plaisir de vous offrir aujourd'hui au nom de l'Université Paris 1. C'est un grand honneur pour moi d'être votre hôte aujourd'hui. Ce lieu est empreint d'histoire et témoin d'histoire. Monsieur le Président, si je suis là aujourd'hui, c'est bien pour nous arrêter sur cet héritage de civilisation qui est le nôtre ici et avoir recours à lui pour faire face à l'ignorance, à l'attitude réactionnaire et à l'extrémisme qui pointe aujourd'hui. Mais refaire est toujours plus difficile que défaire. Et c'est le grand rêve de Riyad El Sol pour inculquer au peuple libanais le sens de la fraternité, le sens de l'égalité et surtout le sens de la liberté. Mais ce rêve semble bien terni. Nous avons voulu perpétuer sa pensée et son action fondée sur le pacte national. Et cela à travers une action humanitaire sous l'égide de la fondation Al-Walid bin Talal, son petit-fils. Qui s'adresse à toutes les communautés religieuses et à sans aucune différenciation. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous inviter au Liban. Vous pourrez peut-être me répondre que la situation n'est pas stable au plan de la sécurité, mais vous devez savoir qu'elle n'a jamais été stable, car le Liban est au cœur de l'événement et de l'histoire. Vous l'avez vous-même, Français, façonné ainsi en 1920. وجرى على هامش الاحتفال توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ومؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لينتقل الجميع إلى زيارة الجناح التاريخي في حرم الجامعة الذي أقفل منذ عام 1990 أمام العامة، وجرى فتحه خصيصا لزيارة الوزيرة الصلح، واختتمت في الكنيسة حيث يرقد أحد مؤسسي الجامعة الكاردينال ريشوليو. أهلا من جديد. جميلة فتاة فلسطينية تدخل سوق العمل من باب غير مألوف. تحقيق من غزة للزميل محمد المدهون. لا يجبرك على المر إلا ما هو أمر. ربما هذه هي الطريقة التي شكلت رد فعل كثيرين حين رأوا أو علموا بقصة الفتاة العشرينية جميلة التي فاجأت الجميع بكونها أول سيدة تعمل في رفع مواد البناء في غزة. هذا عمل شاق يستعصي على النساء الانخراط فيه بسبب تكوينهن الفسيولوجي الضعيف، لكن ثمة دائما ما هو أهم من الجسد وأكثر أولوية وهو الكرامة وسد جوع العائلة. المعاناة اللي خلتني اللهم صل سيدنا محمد، أولا إخوتي الأربعة استشهدوا، ما ليش إخوة، الحمد لله، هذا الحمد لله رب العالمين، وعندي أيتام في الدار بدنا نصرف عليهم، فيش يعني فيش لهم عيل، لازم نعيلهم. أحسن ما أني أروح أشحد أو ألفلف في الشوارع أو غيره وغراته، أشتغل بعرق جبيني وبطعميهم قرش حلال. انصدمت وانصعقت لما أنا شفت المنظر هذا، أنه بنت يعني بالسن هذا وبالأنوثة هذه أنها بتعمل يعني أشياء، يعني الرجال اللي هو إحنا رجال ما بنقدرش نعمل الشغل اللي هي بتشتغله.
تعيش جميلة في هذا البيت إن صح أن يسمى كذلك. في الحقيقة هو مجموعة من ألواح الإسبيتوس التي تشكل جدران منزل مقام على أراض حكومية قد تتعرض للإخلاء في أي وقت، بمعنى أن أصحابه يبيتون ليلتهم فيه دون ضامن لهم بأن يأويهم في الليلة التي تليها. تعيل جميلة والدها العاطل عن العمل ووالدتها وأطفالا أيتاما هم أبناء أشقائها المتوفين. جميلة اشتغلت علشان الأيتام، والأيتام هذولان تعلقوا في المدرسة، ما هم مبطلين من المدرسة، وحرام عليها تبطلهم، لأنه كان رغبة أبوهم يتعلموا. وتنو اتوفى قالت ما بخليهم شي بطلوا، لو بطلوا إيش بدهم يتعلموا؟ بدهم يتعلموا السرقة. نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني في غزة بلغت في صفوف الإناث 78% حسب إحصائية صدرت مطلع هذا الشهر. برامج الحكومة والمؤسسات الأهلية والإغاثية لمحاربة الفقر وقفت عاجزة وما تزال أمام محاربة الظاهرة. وفي مواجهة ذلك قررت جميلة أن تتمرد، ليس على بؤس حالها فحسب بل على عادات مجتمعها أيضا. أخوتي استشهدوا ما وقفوش معنا بالمرة، ولا عملوا لهم إشي، ولا عملوا شهرية لأولادهم أو أي حاجة. يعني أي إشي بطردوهم، أولادهم بدهم مصاري، بدهم إشي بطردوهم من الجامعات. والحكومة الجديدة صلاة النبي الله يرضى عليها، يعني هذه بتجري وراء ترحلني من الدار. يعني برقفوش بوضع الواحد، بتطلعوش فيه يقول لك مثلا فقير نرفع من شأنه شوية، لا بدعسوه برجليهم ما فيش شيء. دخلت جميلة إذن سوق العمل من باب غير مألوف، لكنها مع ذلك حازت إعجاب الجميع، لأن في ذلك حفظاً لكرامتها قبلت جميلة إذن أن تخرج عن المألوف، خاصة أن هذا المألوف لم يعد يعني سوى مزيد من التسول والتوسل وانتظار شفقة الآخرين التي لا تتوفر دائماً. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. نظرات ستيفن هوكينج كانت كافية لإرباك الرئيس الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين وأحراجهم عالمياً، نبذة عن حياته في تحقيق للزميلة يمنى فواز. ستيفن هوكينج أحد أذكى علماء الفيزياء النظرية منذ عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، وجه الصفعة الأقوى إلى إسرائيل في الوقت الذي يتآمر عرب كثر على القضية الفلسطينية. العالم البريطاني اتخذ موقفاً بالعدول عن حضور المؤتمر الرئاسي في إسرائيل، حيث كان من المفترض أن يلقي كلمته مع كل من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس السوفيتي الأخير ميخائيل غورباتشوف، ما أثار ذهول المسؤولين الإسرائيليين وغضبهم، إذ رأوا أن مقاطعته عمل شائن ويتناقض وتقاليد الحوار الديمقراطي. مقاطعة هوكينج إسرائيل أكاديمياً أتت كموقف من الاضطهاد اللاحق بالفلسطينيين بعدما أصغى إلى نظرائه الفلسطينيين والمؤيدين لحملة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم بويكوت. أهمية موقف العالم البريطاني ستيفن هوكينج الذي أثار ضجة واسعة ناتجة من استثنائيته وعبقريته ونجاحاته وشهرته الواسعة، فهوكينج ليس أي عالم، وعلى الرغم من إصابته بمرض مميت عندما كان يبلغ 21 عاماً، وهو مرض التصلب الجانبي الذي شله عن الحراك والكلام كلياً، فقد اخترع له حاسوب خاص لقراءة أفكاره عبر حركة الرأس والعينين، واستمر في الكفاح والإنجازات وهو الآن في سن 70. من أهم نظرياته إشعاع هوكينج الذي أثبت فيه أن الثقوب السود تصدر إشعاعاً خلافاً للنظريات المطروحة آنذاك. ألف عدداً من الكتب التي حققت مبيعات عالية وشهرة واسعة، وله العديد من المقالات معتمداً أسلوب التبسيط لتصل إلى القارئ العادي. حاز جوائز وأوسمة عدة واثنتي عشرة درجة فخرية، ووسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد، ووسام الحرية الرئاسي عام 2009، وهي أعلى جائزة تمنح لمدني في الولايات المتحدة. انضمام ستيفن هوكينج إلى حملة المقاطعة تعد تقدماً بارزاً في مسيرته، فهل يسلم العالم الفيزيائي الشهير من تشويه سمعته التي بدأها الإسرائيليون وأول معالمها اتهامه بتأييد القمع في الصين؟ والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت التنين 13 أيار 2013، ونبدأ مع النهار.
بعد قد تفرمل حكومة الأمر الواقع غدا وبري يأمل في لجم سيناريوهات دراماتيكية. أيضا في النهار أردوغان يهدد سوريا برد في الوقت المناسب. الائتلاف يحدد موقفه من الحوار في 23 أيار. مبارك واثق من إنصاف الأجيال له وموكله ينفي إدلاءه بأية تصريحات. في السفير لهذا اليوم بري يدعو إلى دوحة لبنانية وجملاط يلتقي بندر. الاستقرار رهين كلمة السر السعودية. الجيش السوري يؤمن الطريق لدرعا وموسكو تؤكد زيارة نتنياهو استغلال تركي لتفجيري الإسكندرون ضد دمشق. ننتقل إلى الأخبار وفيها مساع لتمرير القانون الأرثوذكسي ردا على الانقلاب. السعودية الحكومة بلا حزب الله عهد لا شيء. أما في الأنوار إصرار سلام على حكومة المصلحة الوطنية يواجه بتهديدات من 8 أذار. الحريري وجملاط زجر لبنان بالصراع السوري يهدد العيش المشترك. سيول جارفة وفيضانات في عكار تقتحم منازل وتقطع الطرق. سقوط المزيد من الصواريخ على الهرمل. المرصد السوري 82 ألف قتيل منذ بدء الأحداث حتى الآن. تركيا تعلن سقوط 46 قتيلا في الانفجارين قرب الحدود وتتهم دمشق. أما في عناوين الديار لهذا اليوم جملاط يقرر التحالف مع الطائفة السنية السياسية ويخوض الانتخابات معها. الأمير بندر استقبل جملاط بالرياض ثم اجتمع جملاط مع سعد الحريري. 8 أذار لن تسكت لتحرك السعودية وسترد في بيروت. بري يسعى إلى دوحة 2 لحل مشكلة القانون وإنقاذ الانتخابات. الجامعة العربية ليس لديها أي صلاحيات لوقف اعتداءات إسرائيل. ننتقل إلى المستقبل وفيها حزب الله يهدد بالاستقرار وأبو فعور أمل قبول صيغة ثلاثة ثمانيات. الحريري وجملاط لمواجهة جيش لبنان في الصراع السوري. توجه أوروبي لإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب. المرصد السوري القتل أكثر من 120 ألف منذ بدء الانتفاضة. أنقرة حان الوقت ليتحرك العالم ضد الأسد. أما في عناوين البناء لهذا اليوم حردان يشدد في اجتماع القومي السنوي على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. هل يجنح سلام إلى منزلق تشكيلة الأمر الواقع؟ دمشق ترفض اتهامات أنقرة. أردوغان لن يبني أمجاده على دماء الأتراك والسوريين. ارتفاع حصيلة تفجيري تركيا إلى 46 قتيلا ومئات الجرحى. الزعبي الحكومة الإرهابية التركية حولت الحدود إلى قندهار وتورابورا. 686 مرشح بينهم رفزنجاني وولاية وشقيق نجاد و30 امرأة. منافسة شرسة على الرئاسة الإيرانية. في عناوين اللواء لهذا اليوم تأجيل إعلان الحكومة المصغرة ولقاءات جدة ترجح الاستقرار. محاولة جملاطية أخيرة لتسويق حكومة الأربع وعشرين والرياض للحفاظ على السلم الأهلي. حزب الله يحذر رئيس التقدمي ومكتب المجلس يمهد للتمديد. تفجيرات ريحانية أنقرة ودمشق تقتربان من المواجهة. أوغلو يدعو للتحرك ضد الأسد والزعبي يتهم أردوغان بالإرهاب. صالحي في جدة يلتقي الفيصل والائتلاف يبحث المشاركة بالمؤتمر الدولي. في عناوين البلد الحكومة والانتخابات في اختبار مكتب المجلس اليوم. شظايا الأزمة. المالكي وقف الاستيطان يعيد المفاوضات. أما في الجمهورية سلام لا يحدد موعدا لإعلان حكومته وجملاط عاد من جدة لتسويق تصور الرئيس المكلف. بري للجمهورية الأربعاء دوحة لبنانية. أما في الحياة الائتلاف يقرر موقفه من المؤتمر الدولي في 23 الجاري. والعربي يرى تغييرا في موقف روسيا من مصير الأسد. تركيا تتهم النظام السوري بمحاولة جرها إلى فخ طائفي. جملاط عاد من السعودية بعد لقاء الحريري آملا القبول بصيغة الرئيس المكلف. حزب الله يحذر من تهديد الاستقرار إذا شكل سلام حكومته من الحياديين. تونس بداية النهاية لعلاقة النهضة والسلفيين. أخيرا مع الشرق الأوسط وفيها اعتقال 9 أتراك واتهامات مباشرة لدمشق. أنقرة تتوعد برد قاس وأردوغان يحذر من المستنقع السوري. مصادر خليجية تقلل من أهمية التصريحات الروسية بشأن صفقة الصواريخ. خبير عسكري الصواريخ الروسية لسوريا بانتسر وليس اس 300. قيادي في الاستقلال البقاء في وزارة ابن كيران وارد. العاهل المغربي يتدخل لحل
أزمة الحكومة. كان في النشرة أبو فعور عن لقاء جدة: المملكة لا تتدخل. سلام بالانتظار وسيتخذ قراره في اللحظة المناسبة. هجوم سلفي على الوفد الإيراني في طرابلس. تكبير! تكبير! في الخاص: هذا التفجير إنساني. أردوغان يتهم سوريا بالكارثة ودمشق ترد. على رجب طيب أردوغان، ألا أطالبه بأن يتدحى كقاتل وكسفاح. هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء عند العاشرة والنصف.